يا بنت يا أميرة، تيجي نطلب مية. مية أرخص حاجة هنا المية. شكلهم هنا غاليين يا بنت، تعالي نطلب مية. إيه رأيك؟ الدنيا حر. مية يا ماما؟ جاية كل ده عشان أشرب مية؟ لا يا ماما، أنا عايز أشرب مانجا. مانجا دي دي بتدبرسك، آخرها شاي فات لما بسبع جنيه. أيوة صح. لا يا بنت، ماله الشاي؟ اطلب لنا شاي. ايه يا ماما؟ شاي ايه اللي هتسهوني؟ ده انا بطني حجرت يا ماما من كتر الشاي، حرام عليكي. وبعدين ما ملقح عندنا في البيت. شايف حبيبتي بترد عليك ازاي؟ اطلبي لها كركريه. ايوه صح، عندك حق. ايوه انت يا بنت يا ليله الادب. يا بقول لك ايه، هو كركريه يا ماما. حرام عليكي يا ماما، الكركريه انت عارفه ان هو بيوطي لي ضغطي. بقول لك ايه يا ماما، البيبسي كله ب 20 جنيه، هاتي لي كان زي البيبسي. بيبسي؟ لا سيب لي الطلقه دي، انزل لي انت. بيبسي ايه يا اختي؟ بيبسي ايه يا ماما؟ لا يا ماما، انت بنت مين؟ لا تعالي لي بقى، تعالي لي بقى وانا لا. وعلى ايه يا ماما؟ وعلى ايه؟ اطلبي اللي انت عايزاه. ولا اقول لك مش عايزه حاجه خالص يا ماما، مش عايزه. مكمل اول C'est la vie.